بعد كده بقى بيحصل ايه؟ دلوقتي احنا عندنا دايفرام عامل جوز داون وبولز اير سحب الايه؟ الهواء. بعد كده بيجي دور اللانجز نمبر 3 لانجز او الرئتين. الرئتين بقى الحلوين دول بيعملوا لي ايه؟ الهارت اوكي والهارت ده بيكون مليان ايه؟ بلاد برافو مليان ايه؟ دم. الهارت بقى بيعمل ايه؟ بامبز وظيفته ايه؟ بامبز بامبز مين؟ ها؟ ذا بلاد ها؟ ويز اكسجين البلاد مع الاكسجين خلاص دلوقتي بقوا ميكس مع بعض ما هي اللانجز ادت للاكسجين اصبح دلوقتي جوه البلاد سوري جوه الهارت مش بس بلاد لا ده بلاد بلس ايه؟ اكسجين تمام؟ يبقى الهارت دلوقتي فيه حاجتين مين هما؟ بلاد ها؟ بلس اكسجين تمام؟ بياخدهم يعمل فيهم ايه؟ بامب ذا بلاد ويز اكسجين تو اور بادي اور تو بيعمل ايه؟ لللانجز طيب انا دلوقتي خدت الاكسجين اتبقى ايه بقى من الاير نص من الاير لا الاير ده اخدت منه الاكسجين فاضل له ايه كربون ايه الكربون دايوكسيد الكربون ايه دايوكسيد بيعمل ايه بقى الكربون دايوكسيد بيحصل فيه ايه يجي دور الدايفرام مرتين بيعمل ايه بقى الدايفرام وصل لللانجز لا خلاص هو دلوقتي خد فاضل له ايه ثاني اكسيد الكربون او الكربون دايوكسيد يعمل له ايه بيعمل ايه الدايفرام جوز اب بيعمل ايه جوز اب بيطلع لفوق لما يطلع لفوق يحصل ايه يعمل ايه بش 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 ذا اير بش ذا اير يدفع الهواء pushes the air ها الاير المره دي فيه ايه بقى with carbon dioxide with carbon dioxide بنسمي اكسيد الكربون out of the air out to the air to the nose طب لما توصل للنوز وتخرج من النوز دي عمليه اسمها ايه اسمها breathe out اسمها ايه breathe out breathe out اللي هو الزفير اللي هو ايه الزفير يبقى نعيد العمليه من اول تاني يبقى انا دلوقتي ده الريسبيراتوري سيستم بتاعي النوز اول خطوه بتعمل ايه breathe in تستنشق ذا ايه ذا اير الهواء وتعمل فيه ايه breathe in the air from our nose breathe in the air from our nose بنتنفس من الايه من مناخيرنا بعد كده بيحصل ايه بيجي دور الدايفرام بيجي دور الايه الدايفرام بيعمل ايه الدايفرام ها جوز داون بيعمل ايه جوز الدايفرام جوز داون اند بولز وات اند بولز ذا اير ان ذا اير تو ذا لانجز بول اند بولز ذا اير تو ذا لانجز يدخل ايه ياخد يسحب الهواء يدخله للايه لللانجز بعد كده يجي دور مين اللانجز تعمل ايه takes oxygen from the air بتاخد الاكسجين ايه بس to the air بعد كده تعمل ايه ها القلب يعمل ايه pumps the blood with what with oxygen with ايه with oxygen طيب ده خلاص الهارت دلوقتي عمل لي بعمليه بومب للاكسجين اند ايه اند بلاد بقى عندي من الايه الكربون دايوكسيد طب يا ترى الكربون دايوكسيد بقى ده هنعمل فيه ايه هيفضل في الجسم طبعا هيضره هيجي الدايفرام يعمل حاجه تاني ايه هي جوز
up. هيعمل ايه؟ goes up. goes up. فبيعمل عمليه اسمها breathe out. اسمها ايه؟ breathe out. ان هو بيخرج الايه؟ الكربون دايوكسيد. يبقى pushes the air with carbon dioxide out of our body. out of our body. بيطردها بره الايه؟ بره الجسم بتاعنا. صعبه؟ لا. اوكي. تكلمنا قبل كده عن الدايجستيف سيستم وعرفنا ايه هي تفاصيل الجهاز الهضمي. اوكي. والنهارده هنتكلم عن الريسبيراتوري سيستم او الجهاز التنفسي. اوكي. احنا عرفنا ان اول بادي ان البادي بتاعنا او جسمنا بيتكون من ايه؟ من مجموعه سيستمز او اجهزه. من مجموعه من السيستمز او الاجهزه. اتكلمنا قلنا قبل كده عن الدايجستيف سيستم صح كده؟ وشوفنا قد ايه ان هو مفيد جدا. اوكي. عن الدايجستيف سيستم. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الايه؟ الريسبيراتوري سيستم. ان شاء الله الريسبيراتوري يكون اسهل كمان من الايه؟ من الدايجستيف. اوكي. تعالوا نشوف الاول الريسبيراتوري بيبدا منين. احنا قلنا ان الدايجستيف بيبدا منين؟ من الماوث. لكن الريسبيراتوري بقى بتبدا منين؟ من الماوث. يا فيري جود. يبقى احنا بنبدا من اول ايه؟ النوز. طب يا ترى بقى النوز بتاعتنا بتعمل ايه؟ بنتنفس منها. Very good. بنتنفس منها او بنستنشق الهواء صح كده؟ بنستنشق الهواء. يعني ايه بقى نستنشق؟ نستنشق معناها breathe in. breathe in. اسمها كده ايه؟ breathe in. يبقى وي احنا breathe and the air from our what? Meaning from our nose. From our nose. يبقى أول step أو أول خطوة عندي بنعمل إيه؟ We breathe and the air from our nose. We breathe and the air from our nose. Again, listen voice. We breathe and the air from our nose. اوكي. يبقى احنا اول حاجه بنعملها وهي النوز بتفتح بتعمل ايه؟ بتستنشق الايه؟ الهواء. الاير بتاعنا عموما الاير عموما الهواء بيتكون من عنصرين. العنصر الاول هو الاكسجين او تو. والعنصر الثاني وهو CO2 أو ثاني أكسيد الكربون بنقول عليه كربون دايوكسيد. بنقول عليه كربون دايوكسيد. أوكي. يبقى أنا عندي هنا two elements. عندي عنصرين في الأير في الهواء. إيه هما؟ ال O2 أو CO2. ال O2 هو الأكسجين. هو ليه؟ أكسجين. الأكسجين تمام؟ طب وال CO2 كربون دايوكسيد. اوكي. طبعا هو واخد حرف السي وحرف ال. فالمهم ان احنا عندنا اكسجين وكربون دايوكسيد. اللي احنا بنحتاجه في جسمنا هو الاكسجين. اللي احنا بنحتاجه في جسمنا هو الايه؟ الاكسجين. اما الكربون دايوكسيد احنا مش ايه؟ مش محتاجينه. تمام. طيب ولكن الايه بيدخل كله مع بعضه من خلال الايه؟ النوز. يعني انا من النوز بتاعتي دي بيدخل معايا حاجتين الاكسجين والكربون دايوكسيد. الاكسجين والكربون دايوكسيد. تعالوا نشوف بقى ايه في الاورجانز او في اعضائنا بيعملوا ايه عشان ياخدوا الاكسجين بس ويرموا الكربون دايوكسيد بره البدن. اوكي. تعالوا نشوف. يبقى احنا اول عمليه عملناها وهي عمليه البريز ان. عمليه الايه؟ بريز ان اللي هي الاستنشاق او ان احنا استنشقنا الهواء. مارين يو مي؟ يس. اوكي. يبقى دي اول حاجه النوز. تاني حاجه عندي اسمه دايفرام. يعني ايه دايفرام؟ الدايفرام بتاعنا بيعمل لنا عمليتين. العمليه الاولى وهي جوز اب يطلع فوق وجوز داون. الدايفرام ده عامل زي ايه؟ عامل زي المغناطيس. عامل زي المغناطيس. هو بيكون عندنا هنا تحت الرئه. تحت الايه؟ الرئه. طب وظيفته ايه؟ عامل زي السحاب. ازاي؟ يعني لو نزل تحت يسحب الهواء.
لو طلع لفوق يطرد الهواء، اي هواء. لو نزل لتحت يعمل ايه؟ يسحب. باش ذا اير يعمل ايه؟ باش ذا اير، سوري بول ذا اير. لكن لو طلع لفوق يبقى ايه؟ باش ذا اير. باش ذا اير. يبقى انا عندي حاجتين، عمليتين، عمليه البش وعمليه البول. عمليه البش عمليه الايه؟ البول. اوكي، لما بيجي الهواء بسرعه وبيمشي. برافو عليكي. بس هو بيسحبه، وبعدين لما مش خلاص لما يحتاجه هناخد الحاجه اللي احنا محتاجينها منه، وبعدين نعمل له عمليه الايه؟ البش، نطرد فوق. اوكي، طب تعالى نشوف بقى الدايفرام ده بيعمل ايه. دايفرام بول ذا اير، زي ما تكون الشمس طالعه كده بيحصل، اه بيسحب. بول ذا اير تو ذا لونز، بيسحب الهواء يدخله مين؟ للانجز. ليه؟ للانجز. اللانجز ديت عامله زي دي، الفكره بتاعتها زي المصفى. زي ايه؟ مصفى. المصفى هي حتى لو حد شافها في الحقيقه هي عامله زي السفنج. يعني لو شفنا الرئه في الحقيقه من اي حيوان مذبوح هنبص ان هي عامله زي السفنجه. عباره عن ايه؟ السفنجه بتسحب الهواء، تاخد منه الاكسجين وتسيب ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. تمام؟ اوكي؟ يبقى انا الدايفرام بتاعي دلوقتي عشان يسحب الهواء عمل عمليه ايه؟ جوز داون. جوز داون، سحبه لتحت او نزله لتحت. اوكي، جوز داون. لما عمل جوز داون حصل ايه؟ بولز ذا اير. بولز ذا اير، بولز ذا اير، سحب الايه؟ الهواء. سحب الايه؟ الهواء. الهواء. طب بعد كده بقى حصل ايه؟